هل فكرت كيف ستكون عمان لو استخدمنا مصدر آخر لإنتاج الطاقة الكهربائية؟ ما رأيك في وجود طاقة آمنة نظيفة ومتجددة؟ مساهمتك في استخدام مصدر بديل لتوليد الطاقة الكهربائية يساهم في التقليل من الانبعاثات الكربونية ويقلل من تلوث الماء والهواء، ويساعد ذلك في التقليل من الاعتماد على الطاقة التقليدية. شاركنا في إيجاد بدائل للطاقة الغير متجددة من أجل حاضرك ومستقبل الأجيال القادمة. مساهمتك إثراء لموارد بلدك. ساهم لتكون عمان أكثر استدامة. حتى نضمن استدامة الطاقة، لا تكتفي بالمصادر التقليدية. حافظ على بيئة بلدك. فكر في مستقبل أبنائك. ساهم في استخدام مصدر متجدد للطاقة. ساهم وقرب مصادر أخرى بديلة. لأن وطنك يستحق ساهم. هل سمعت عن إحدى مصادر الطاقة المتجددة؟ ماذا لو كانت في بيتك، في قريتك، أو حتى في مدينتك؟ ماذا لو استخدمناها في عمان؟ عماننا أجمل مع الطاقة المتجددة. شارك في المحافظة على البيئة. أجل هذه أرض الطيبة، كلنا نساهم. ساعدنا في التقليل من التلوث. مع تسارع التطور العمراني، كيف يمكن تنويع مصادر الطاقة والتقليل من الانبعاثات السامة؟ لأن بيئة وطنك مسؤوليتك. ساهم لتنويع مصادر الطاقة من أجل اليوم والغد والمستقبل. ساهم